هنا شوفوا قديش. طبعا شوفوا هذه اول وحده، هاي جايز كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. في شو فيديو اليوم؟ اليوم الفيديو مو اي فيديو، الفيديو اللي كل الناس مستحيل احد ما يحبه. من ايش اللي قرب؟ ايش فكر معي يلا بسرعه فكر. اليوم الفيديو حيكون مشتريات رمضان. صراحة أنا كنت خايفة إن ما توصلني الطلبية، بس الحمد لله وصلتني قبل رمضان. باقي على رمضان شهر، يعني تقريبا باقي 35 يوم، يعني شهر. فطلبت أنا إيش؟ قلت أنا رمضان هذا أبغى أصير كشخة. اشتريت لي جلابيات، شوفوا هنا اشتريت جلابيات بنات تجنن، وفي عبايات كمان، كل شيء كل شيء. واشتريت كمان شيء حيشوفوه أهل الإمارات شوية، الإمارات يتابع الفيديو، يعني أقصد البنات اللي من الإمارات يتابع الفيديو. كعبة من جد، تدروا أنا إيش سويت السنة هذه؟ خلاص بقول لكم شوي في الفيديو. بس أول شيء طبعاً ما راح ننسى حركتنا، هذه حركة جوجو متابعينا، أي أحد يسويه غلط، راح نسوي كذا نختار عشوائي ونشوف إيش يطلع لنا. هذه حركتي من يوم ما صرت أشتري من شيء، من يوم ما كنت أسوي لكم فيديوهات. يلا بسم الله، بس أول شيء بوريكم شيء. تذكروا القطنة هذه اللي وريتكم هي في شو اسمه؟ في الفيديوهات حقت شيء اللي قبل. أتذكر حق ما أدري إيش، بس إنه بنات تخيلوا إنه يجلس معاكم أكثر من 4 شهور، ورب الكعبة أنا هذا جلس معايا كثير مرة. فهذا القطن صراحة يعني ما عاد حشتري إلا من شيئين، هذا هو. فمن جد بنات أنصحكم، يعني تعرف إذا أنا نصحتكم بشيء. نبدأ نسوي بسم الله. بسم الله. نظرات محدد صراحة، يعني ما بصير نفسي غبية ونسيت، لا من جد. بحط لكم في صندوق الوصف رابط الحقيبة حقتي. كل شيء اشتريته اللي ورتكم واللي ما ورتكم هو بكل شيء في الحق. وين محدد؟ خلينا نشوف اذا فعلا نفس هذا ولا لا. بنات لونه رهيب، حماس كذا للعيد ورمضان. بسم الله، انا شفت شيء حمس، خلينا نشوف. صراحة غشيت هذا، يعني غشيت. شوفوا هذه بنات، بنات هذه من فكرتي انا، ورب الكعبة ماما ما خسرته، هذا انا اللي خسرته. تخيلوا هذا قلت لي ماما ايش؟ شوفوا كيف مكتوب رمضان مبارك. هذا نحطه عند الباب كذا عشان لما يجوا ناس يفطروا عندنا يطالعوا يقولوا هنا. ايش رايكم؟ اوكي اظافر، صراحه بنات اظافر شيئين تجنن. شوفوا فايس، شوفوا اشتريت كمان هذه، هذه زي اللي فيها كذا كانها جليتر، فهمتوا؟ شوفوا بالله عليكم مو كيوت؟ كيوت ولا مو كيوت؟ كيوت. اشتهيت ماتشا، قوم اسوي ماتشا؟ والله ما فيها حل، هو ما اعرف ليش صار هذا كذا. في رمضان وكذا تحطوها كذا من ورا، خلينا نجربها. اوه مو شباصة، شوفوا كيف من ورا، شوفوا كيف كذا تسووها اللي كذا طقطق طقطق، مو شباصة. بس كيف تنفتح؟ خلاص بعدين بخلي ماما تلبسني اياه. طلع شيئين، شوف الشيء هذا الاول. اوكي سلسله جاي، صراحه انا خليني اوريكم هي، لان صراحه في الصور كانت مره حلوه، فخلينا نشوف في الواقع ان شاء الله ما نغدر ان شاء الله. واو هذه اساور، واو يا الكشوخي. انا صرت البس اكسسوارات، يعني اول ما كنت اتقبل صراحه اكسسوارات على جسمي، ف بديت اشتري اكسسوارات، شفت هذا في شيئين قلت لا اشتري. شوفوا بنات كيف، وريكم السلسلة الوحدة. واو شوفوا كمان شيء ثاني بنات، والله العظيم حتى هذا انا اللي اخترته، رب الكعبة اكيد ما حتصدقون تقولوا جوجو، اكيد هذه امها اللي اختارتها. بس انا ايش قلت؟ قلت عشان في رمضان انا حسوي لكم طبخات، من جد ترى بسوي لكم طبخات وحسوي يعني اشياء كذا تحس انه كذا حكون يعني سنعة، فهمتوا؟ يعني حال الرفالة اللي فيني حكبها في رمضان. نجوم تعلقوها، تعلقوها تحطوها فوق الحلا. ايش هذا؟ هذا من اول يطلع فوق. لا هذا من جد ماما طلبته، هذا من جد ماما طلبته. هذا والله بسرق الغرفه، سلامات. في الطاوله احطه فوق حقه حق المكياج التسريحه. يلا اللي بعده، ابغى اقوم البس الملابس خلاص طفشت. حتى هذا حق الحلا، انا قلت بسيب في هذا الحلا،
شوفوا كيف شكله، يعني شكله مره كذا رمضان فايت. شوفوا مكتوب رمضان كريم، وشكله كشوخي، يعني ما حد يختار هذه التفاصيل الرائعه الا جوجو. ليش؟ حتى هذه انا اشتريتها عشان يكون كشوخي، انه صراحه لما بصور لكم الصفرة في رمضان يعني ابغى الشكل كذا يكون حلو. اشتريت شوك وملاعق، يعني انا كان بامكاني اشتري يعني صراحه اشياء تفاهات، بس اشتريت ملاعق وشوك وسكاكين. اتذكرها هذه حقت الشعر، الربط حقت شعر البنات، هذه صراحة كشوفي، لأن أنا إيش قلت بسوي مع شعر ويفي، وهذه كذا أحطه وأخلي كذا قصص نازلة كذا تحطوها. يا لا صراحة شكلك كشوفي أظافر، شوفوا شكلها كيف كشوخي، شوفوا عندي هذه الأظافر برضو كذا عليها زي البني، في هذه تخيلوا فيها كذا مجموعة ألوان، وكانت ترى سعرها مرة رخيص. حتى هذه ماما اللي اشترتها برضو، أنا حاطين كمان ترى هذه هنا برضو، فهمتوا؟ في أشياء برضو اشترينا كمان واحدة ثانية هنا تحت، بس ماما حطيتها تحت مدري ليش. هذا مفرش برضو رمضان، إنه صراحة شكله يعني حتى بدون رمضان شكله حيكون حلو، فهمتوا؟ يعني كذا الأشياء فيها حلوة. هذا ايش؟ هذه زي السبحة، بس هي صراحة هي للزينة يعني، بس احنا بنستخدمها سبحة يعني. هذه بنات اللي تحطوا عليها كذا القهوة والاشياء كذا، شوف اكيد ما عرفتوا ايش هذه صح؟ هيا اوريكم اياها، شوف كمان ما عرفتوا؟ دقيقة كمان ما عرفتوا؟ دقيقة طبعا هذه حلقان اخراس، ما ادري ايش تسموه انتم، تسموه حلق ولا خرص؟ انا اسميها خرص صراحه. اوكي كمان عندنا خواتم، خلينا نجربها. طبعا سبق وقلت لكم انه انا عندي فوبيا من خواتم شيئين، لانه مو كل الخواتم تجي على قدي، يعني احيانا تجي وتكون يا كبيره او صغيره علي مره. نجرب هذا، بسم الله. لا اله الا جا ما جاء، لا حرام هذا مرة كشخة، شوف كيف هذا مرة كشوخي بس انه يطيح. شوفوا كيف تبسوها الثلاثة مع بعض، يعني صراحة تو ماتش كشخة. انا هذا الخاتم طلبته الحال لانه صراحة مرة كان شكله عاجبني، فاتمنى يعني اتمنى يعني انه يكون على قد التوقعات. هيا بسرعه افتح ماني فاضيه، يجيب القلق يجيب القلق. فتح، يما شقت الكيس. الكيس شوف بالله مو كشوخي. الحين حوريكم الله يكرمكم، خليني اقربكم الشوزات، الشوزات الشباشب، والله معليش احس ان كذا كلام بيئه. عندنا اول واحد يعني صراحه شكله مع الجلابيات حيكون مره كشوخي. واحد هذا صراحه دفعت عليه مبلغ يعني حتى ماما كذا يوم جيت قصتني من اذني كذا، صار تقريبا 40 ريال. كشخة في الحقيقة يا بنات، يا انه شكله كذا رهيب رهيب، شوفوا كيف، وصف احسه ما ينقطع. يلا نشوف الثاني، نختار هذا ولا هذا؟ ترى ما ادري ايش اللي جوته. يلا حقرا بقرة. قال لي يا عمي عد العشرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا هذا صراحة ضربت مع ماما عشان اشوف يا اني اشتري هذا او هذا، ففي النهايه جلست ابكي وقالت لي خلاص خذي الاثنين.
يجنن يجنن مرة، ترى والله إني أقدر أقول لكم إنه والله مو حلو مرة، ما توقعت، بس إنه جد مرة حلو في الحقيقة. اللي بعده هذا بس برضه مع الجلابيات، حاشوف إيش اللي يناسبها ونختار مع بعض. أباكم تختاروا لي تشوفوا إيش الجلابيات اللي يناسب معاها السليبرات، فهمتوا؟ يعني أباكم تنسقوا معايا. يلا نشوف الثاني. أوكي هذا شبشب برضه أسود، بس حسيت إنه كشخة يعني، إن كان رخيص فقط ب30. بسوي حركة دقيقة. بسوي حركة. سليبرات. شوف عندي 3 سليبرات، اوكي؟ اوكي. بس معاكم الجلابيات وشوفوا ايش اللي يناسب معاها، الاسود ولا الاخضر ولا البيجي. شوفوا كيف شوفوا كيف؟ طيب الحين شوف عندنا هنا، شوفوا قديش. راح نختار وراح نجرب مع بعض. اول شيء تتذكروا لما قلت لكم انه بوريكم شيء لاهل الامارات، هيا شوفوا معي. شوفوا شوفوا ايش عندي. عندي هذا المخور. دقيقه علموني هو اسمه مخور ولا مخور؟ حركة الشوخي، حتشوفوا كيف من هنا. انا اماراتيه اصلا. يلا خلينا نروح نلبس هذا واجيكم. طبعا شوفوا هذه اول وحده. صراحه المخور هذا بيكون الافضل عندي، لأن من زمان كان ودي أشتري صراحة مخور، فأشوفه مرة رهيب. شوفوا كيف التفاصيل، يد ومن هنا ما نحتاج، يبغاله شوية تضييق. فايس هذا أول واحد بسوي كذا. يلا هذا إيش؟ أوكي هذه العباية. شوفوا كيف صراحة مرة كشخة عزايم رمضان زي كذا في المغرب وأشياء. شوفوا كيف من هنا. جوا انا نسكت معاها هذا اللبس، يعني لو جيت بروح عند خالاتي وزي كذا فبلبس هذا من جوا، اخترته. فايس شوفوا كيف، خلينا نلبسه. شوفوا ليه بنات عادي عندكم كذا؟ مره كشخه مره، احس مره ودي يجي رمضان عشان بس هذا العبايه. اذا جينا نطلع احس اني زي كذا شخصيه مهمه. ايش تحسوا بنات ايش احسن، هذا ولا هذا؟ ايش اللي يناسب؟ احس هذا، يعني كذا احسه كسر اللون. احس هذا حلو صح؟ صح. شوف بنات هذا اللبس الثاني، ونفس العبايه هذه لبست التوب هذاك من جول اللي قلت لكم عليه. فايس مره كشوخي، واحسه تنفع يعني حتى ما تكون عبايه، يعني حتى لو بتروحوا فيها عند احد وتلبسوا من جوا زي الفستان. في كمان، يلا خليني اوريكم هذه الجلابيه. شوفوا كيف تربطوه من النص، بس انا الحزام صراحة ما ادري فين راح. بس صراحة هذه بالذات احس اني حلبسها يا انه اول يوم او ثالث يوم. بنات يجنن مرة يجنن، شوفوا كيف احس هذا كذا اليد كذا كاني فراشة كذا كاني موديل. يوم هذا ايش كذا ثعبان، بس من جد هذا اللبس يموت. عندي هذه الجلابية، شوفوا كيف هذه صراحة من جد أحس إنه رمضان. طلعوا كيف. عندي بلوزة ما راح ألبس وقت العزايم، لا بلبسها لما أسوي معاكم أكل أو كذا، يعني في البيت كذا جالسة ما بروح مكان فبلبس هذه البلوزة. أحس إنها حلوة ما أدري، خلاص أنا كيف أنا عجبتني. ماما قالت لي لا تشتري بس أنا اشتريتها خلاص. بنات شوفوا هذا زي كذا من جوا الربط من عند الخصر، جد لحد يتعدى هذا بالذات مرة يجنن. وبس جايز كذا خلصنا انبوكسنج اليوم، اتمنى يكون عجبكم ووريتكم كل شيء. صراحة حاولت انقي بعض الاشياء اللي احس انها حتعجبني وتعجبكم يعني مع بعض، ونقيت بعض الاشياء اللي تفيدني برضو للعيد زي كذا اكسسوارات الاشياء. والجلابيات بنات لحد يتعداها من جد، بنات الجلابيات مرة تجنن. بس يلا لا تنسوا تسووا لايك سبسكرايب عشان نوصل، تتوقع نوصل نص مليون قبل العيد؟ والله ما ادري، نشوف. يلا مع السلامه.